منذ زمن بعيد تشتهر مدن عراقية عدة بخياطة الدشداشة الرجالية، حيث تعد زيا معروفا يرتديه الشباب والكهول معا بل وحتى الصغار. ومثل أي مهنة أخرى تأثرت مهنة خياطي الدشاديش بالمستورد والجاهز والذي تنتجه المصانع الكبيرة، ما تسبب بشكل مباشر بقلة دخلهم اليومي وزيادة أعداد العاطلين. الخياطين الذين التقتهم عدسة سامراء لم يستغربوا من الأمر، مشيرين إلى أن أغلب الناس يتجهون نحو شراء الجاهز بحثا عن السعر المناسب، حيث يتراوح سعر الدشداشة الجاهزة 10,000 دينار عراقي، فيما يصل المبلغ إلى 4 أضعاف بالنسبة للتفصال بعد جمع سعر القماش وأجرة الخياطة معا. خياط جيد أبد ما تأثر عليه الشغلات، أبد ما تأثر عليه، وخير من الله شغل واجد. يجي فصل الدشداشة ويلبسها، يجي فصل ثنتين بعد ويجيب جماعته، وين خيط هاي الدشداشة؟ عند فلان، عند أبو زياد، عند علي، يجون رأسا يجون عندنا ويخيطون عندنا، وشغل يعني حيل جيد جدا إن شاء الله. وتابع الخياطون إن المستورد لا يفي بالغرض من ناحية الجودة والنوعية والقياس الدقيق، ونتيجة لهجرة العديد من الخياطين المهنة لمهنتهم العريقة. هناك زخم كبير على بعض محلات الخياطة كون المستورد لا يغطي سوى نصف حاجة السوق، فيما يبقى من اعتاد على لبس الدشداشة المخيطة يبحث عن خياطه المفضل. ماش انجليزي درجة أولى، وصيني عندنا، صيني وعندنا هندي، ونقول له نخير الزبون، هذا الصيني يتكلف 75 والانجليزي يتكلف 100، ونوعية انجليزي مقلم درجة أولى 120 وهكذا. لكن الدشداشة هي الأخرى لم تسلم من صيحات الموضة، حيث تحدث لنا بعض الخياطين بأن أغلب الشباب يرغبون هذه الأيام بخياطة الدشداشة الكلاسيك، وهي ضيقة بعض الشيء من منطقة الصدر والخصر، فيما ينتقد البعض الموديلات الحديثة للملابس معتبرا إنها لا تمت لأعرافنا وتقاليدنا وثقافتنا بصلة. يعني بالنسبة للشباب هسه حاليا في هذا الوقت يرغبون في الفصالة السعودية الكلاسيك المخصر، الناس اللباسة القدامى يرغبون الفصالة القديم. حاليا الشباب مثل ما قلت لك يرغبون فصالة سعودي كلاسيك مخصر، دان قصيفة، ياخذ قمتين، مسطرة ظاهرية، جوب دفن، من هالناحية. وما بين الأمس واليوم تبقى الدشداشة الرجالية العراقية تفرض نفسها أمام المريدين في زي سريع الارتداء في عصر السرعة. لبرنامج صباح سامراء، أربيل.